القسم الثاني سي. وكرة من هناك لصالح الوداد. ماذا يقول الحكم عبيد شرف؟ يقول ركنية لصالح وداد تلمسان. بن شريفة في تنفيذ هذه المخالفة. بن شريفة كورتو تسديد خطيرة هذه الكرة والهدف الأول لوداد تلمسان. خطيرة هذه الكرة والهدف الأول لوداد تلمسان عن طريق زكريا بن شريفة. زكريا بن شريفة يتمكن من تسجيل هدف في منتهى الروعة، هدف في منتهى الجمال لصالح وداد تلمسان إثر تنفيذه لكرة ثابتة. بن شريفة، بن شريفة تسديدة مرة أخرى والدفاع. كرة بن شريفة مرة أخرى، لكن هذه المرة مويسي عبد الحق بالمرصاد. محمد الأمين عواد ممتازة هذه الكرة ناحية إخلف، التوزيعة صعبة صعبة والحارس بن بولعيد صاحب القدم اليسرى. بالفعل بن بولعيد صعبة، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح وداد تلمسان. بقي دفاع اتحاد الحراس واقف يتفرج على الكرة وهي تدخل مباشرة في شباك الحارس مويسي عبد الحق. كرة اتحاد وداد تلمسان تسكن مباشرة شباك الحارس مويسي عبد الحق بعد كرة ثابتة نفذها بن بولعيد أمين. محمد الأمين عواد في تنفيذ الركنية خطيرة خطيرة خطيرة. ماذا يضيع اتحاد الحراش؟ اتحاد الحراش يريد الابتعاد عن منطقة الخطر والتسديدة ممتازة، والحارس صفي في المكان المناسب. محمد الأمين عواد وراء الكرة، محمد الأمين عواد وكورتو في القائمة الأيمن للحارس صوفي كمال. ما بجاتش كان جات في كرة، والدفاع دائما لا يزال الخطر، لا يزال الخطر. دربك في منطقة العمليات دائما لا تزال الكرة. شوف هنا محاولات. ماذا يقول الحكم؟ 5 أمتار و50. وفي هذه الأثناء الحكم السيد عبيد شرف مهدي يعلن على الانتهاء.